المنظومة النظامية. قال الوزير في قطاع التربية: قد جئتكم بخطة مستوفية، مضمونة محبوكة موقعة، سيلبس الأستاذ فيها البردعة، كي يستباح عجنه وسلبه ولومه وربطه وضربه، بالخصم والتوبيخ والإقصاء، وربما بالعزل والإعفاء. نظامنا أساسي متين، ببنكنا الدولي نستعين، وخلفنا النقابة الفلانية تتبعنا بلا حياة علانية، يصير فيه تحتنا الأستاذ وما له عن غيرنا ملاذ. وجاء في مضمونه ما نصه، علي في المنظوم حتما قصه، قد قال فيما قاله عن خلالي، فقلته كالببغال البلبلي: أني إذا وعدتكم ستفرحون، وأنكم بكذبتي تصدقون، ستخرجون صحبتي في السلم، أما متى فالله ربي أعلم، تدرسون الصبح والعشية متى أشاء بأعين رضية، وإن رفضتم إمرتي فما لكم سوى عقوبات تزيد همكم، أنذركم أنزلكم بالحذف والاقتطاع فارجعوا للخلف، فلا تمل عبدي عن التكوين أكان في اليابان أو قزوين، وزد بلا أجر ولا تعويض في الأكل أو في النقل والتمريض، وانسى الذي تدري عن العطلة تمر مثل البرق والغفلة، بل إن أردت منك فيها مسألة فقرأ عليها بالسلام الزلزلة، ولا تضق من كثرة المهام فخذ بها طوعا بلا كلام، كالغرس والتصحيح والدراسة وربما الإحصاء والحراسة، وكل ذا طبعا بصفر درهام، فكن مواطنا أليفا وافهام، قد صرت عندي موردا من البشر كالسطل والكرسي أو باب الحجر، هذا الذي أردته منك فقط وما نسيته بخاطري سقط.